الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة سورة مكية نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة، عدد آياتها 52. في لسان العرب لابن منظور الحاقة الساعة والقيامة، سميت حاقة لأنها تحق كل إنسان من خير أو شر. وقيل الحاقة من التحقق لأن فيها حواق الأمور وحقائقها ويحق الجزاء فيها. الحاقة من أسماء يوم القيامة، ويحمل اللفظ قدرا من القوة والثقل، يوافق معاني الجد والصرامة في الآيات، ويعكس أهوال اليوم الموعود. نزلت الحاقة في رؤوس الكفر في قريش. وصف الوليد بن المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر، ووصفه أبو جهل بالشاعر، وآخرون وصفوه بالكاهن. فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وصفت الحاقة أهوال يوم القيامة، وعرضت أمور البعث والجزاء، وتوعدت الكافرين والمستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم بعذاب شديد، وأقسم الله فيها بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت بحال الأمم السابقة والعذاب الذي لاقته جزاء كفرها وعنادها، وبينت نعم الله على عباده المؤمنين وكيف نجاهم من العذاب، ووصفت حال الخلق يوم البعث. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.